شعبت تقنية رياضي هندسة مدنية خير سجي دوزيام صافا كان مليح نورمال الدائرة فيه مليحة في خدمة بصح كومام تاع عام كومبلي. الموضوع الأول باسكو ساهل وكتماني فيزي هذوك الوحدات اللي طاح طحنا تمني الأول احتمالات دوزيام قسمة فيزات تروازيام متتاليات وكاتريام الدواء يحتاج الموضوع 4 ساعات كاملة كنا نسنو فيه أصعب وجا سهل الحمد لله. خيط الموضوع الأول شابت رياضيات بلي سهل على الآخر مم دوزيام ساهل. أنا اسمه ما تكنيك جبت السجل الأول درتو والله كان في متناول الجامع ما كانش داك صعب أنا كنت نستنى فيه أصعب ما نكذبش عليك بصح بسكو ستراس وهذا ما من بعد كي تشوف السجل خلاص مشيت على داك ستراس كامل بس كان ملي خرج الصباح هو ستراس قلبي حاكمني فين المصاب والله صعب كانت على الأعداد الطبيعية والمتتاليات وهذا الحدود يعني كلش كان قريتوه يعني كلش كان في المقرر إيه وكان سهلين بزاف ما تحتاجش يعني تخمن فيها بزاف لا بأس بها جدا سهلة ونتمنى أن تكون حتى في قادم المشوار في المواد الأخرى إن شاء الله. لا بأس هذا العام جد سهلة لا بأس في المتناول اللي راجع مليح ينجح. اخترت الأول الموضوع الأول كان سهل أكثر من الزاوز اخترت الأول كانت الأسئلة سهلة كل الدروس اللي قريناهم واللي راجعناهم بس عطونا أسئلة سهلة نقدر نحلوهم نورمال. شكلا هي نفسها تاع السنة الماضية في كامل الشعب. بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية نشوف باللي كاين عدد مركبة يعني كنا كأساتذة وتلاميذ نتوقعها تكون. بالنسبة لشعبة التسيير والاقتصاد كانوا يتوقعوا بنسبة كبيرة تكون كاينة الإحصاء لكن أقول للأسف على خطر التلميذ كان متوقع باش يدي فيها العلامة كاملة. بالنسبة لشعبة أدب وفلسفة كان الموضوع الأول والثاني متوازن بطبيعة الحال. لاحظت كذلك نفس الشكل تاع السنة الماضية اللي اجتهد راح يلقى نصيب ويلقى يعني يقدر إن شاء الله يتحصلوا على العلامات كاملة.